نروح بقى للأهلي واللي بيستأنف مارانو ضمن التحضيرات لمواجهة فريق المريخ اللي هتقام في السودان يوم 3 أبريل اللي جاي. في الجولة هنا بنتكلم الخمسة بقى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. مجلس إدارة الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب كان قرر تكليف خالد الدرندلي أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق ده في رحلة السودان المقرر السفر إن شاء الله، هيسافروا يوم 31 مارس اللي هو الأربع الجاي ده علشان مواجهة المريخ. بنتمنى يا رب إن شاء الله كده يروحوا ويرجعوا لنا منتصرين وبالسلامة. اللهم أمين. آخر حاجة عملها فريق النادي الأهلي كانت تجربة ودية خاضها الفريق الأول أمام فريق الشباب بالنادي يوم الخميس اللي فات، وطبعا خلال الفترة دي كان في تمرين استشفائي للاعبين للتخلص من الإجهاد العضلي، وبعدها كان في تقسيمة لتجهيز جميع اللاعبين. كمان كابتن وليد سليمان لاعب الفريق الأول أدى جلسة في الجيم على هامش الميران وشارك في ودية الفريق الأول أمام فريق الشباب بالنادي الأهلي. طبعا كابتن وليد سليمان بيتم تأهيله حاليا ضمن برنامج خاص لتجهيزه للعودة والمشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة، وإن شاء الله يحصل ده وفي أسرع وقت ممكن بإذن الله.